يا بسم الله بسم الله. Sudah siap-siap berangkat. Vale, mau kapal feri. Kapal laut. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم زدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله وزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا مناكب أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال. Alhamdulillah, tandon 2 pun siap. Tandon 2 siap insyaallah. Kamar mandi. Posisi
Ini area dekat dengan mimbar. Dan ini lantai satu, lantai dua pun akan dipakai untuk zur. Insya Allah, insya Allah. Yuk. Area zur, insya Allah. Area zur yang dibangun tenda dan area zur di semua gedung ini. Nanti 1, 2, 3 pakai untuk zur, insya Allah. Tempat hikmat, musola bagi petugas hikmat.